تعالى وبركاته. ديرينا رندا مراسلة صحفية لقناة الشرق الإلكترونية والحرورية. سيدي معالي الوزير، يتساءل شباب ولاية ولد جلال حاملي الشهادات الجامعية وكذلك حاملي الشهادات الجامعية العليا عن الحلول المقترحة من طرفكم فيما يخص أو عدم تنازلهم عن شهاداتهم لمنصب متصل التربية، ما هو يعني جوابكم؟ ما كاينش هذا تنازع الشهادة وما تنازل، ما كاينش تنازع الشهادة اكتسبت بمجهود وكذا، ما كاينش ما يسمى تنازع الشهادة. كاين أنه عندنا أبنائنا كانوا في جهاز دارته الدولة، جهاز تاع الدعم الاجتماعي والمهني. السيد رئيس الجمهورية قرر باش يخرج هذا الشباب من الوضعية الهشة إلى مناصب قارة قابلة للترقية والتطور المهني. مد هذه الفرصة بالنسبة لقطاع التربية، كانت عندنا 45 منصب، عطانا تعليمة صارمة باش نخلصوا هذه العملية قبل نهاية شهر مايو، خلصناها. الناس اللي قبلوا بهذا الحل، الحل يعني الحل الاجتماعي الهائل، تعرفوا انه في الوظيفة العمومية توظيف بالمسابقة، احنا ما قالش مسابقة، راهو ادماج مباشر على وظيفة قارة ثابتة قابلة للترقية. هاد المشرفين تاعنا اللي دمجوا على رتبة مشرف راهو داو منصب قار، ومن بعد يبدا في الترقية. هاد المنصب يديه إلى مستشار تربية، إلى مدير متوسطة، ربما إلى وظائف عليا، هي مدخل إلى مسار مهني واعد إن شاء الله. هذا هو، ما كانش من التنازل ولا التنازل، حتى يعني في كل الحلول الموجودة. غدوة المعنيين حب يروح لجهة أخرى عنده حق الاستقالة ويشارك في مسابقة أخرى، ما كاينش كيف. هذه فرصة ثمينة تمدت للناس اللي حملت الشهادات باش يكونوا عندهم وظيفة مستقرة، ما يبقاش في وظيفة هشة، ما يبقاش في جهاز ربما قد يكون مؤقت، ولكن هي منصب قار في الوظيفة العليا معترف به. وزيد نعطيك المجهود تاع الدولة أنه حتى الرتبة اللي هذه تاع مشرف غير موجودة في الابتدائي، لكن درناها خدمة، دارها السيد الرئيس خدمة لأبنائنا وبناتنا. ومن بعد جاي القانون الخاص للموظفين المنتمين للتربية الوطنية، وين راح نديروا الرتبة وتستقر الأمور هذه في أكل بارك، ويبدأ مسار واعد إن شاء الله. واحد ما قالك تنازلي ولا ما تنازليش، الشهادة شهادة في طريقها والإدماج في طريقها. قبول الإدماج موش معناتها قال أنا ما عنديش شهادة أبدا. إذا نستطيع القول سيدي معالي الوزير أنه لا يوجد أو لا صحة لإمكانية التنازل؟ مش هو التنازل، ما عندي مش تنازل، قال ما عندي شهادة. نعم هذا مصطلح، يعني ما خلينا من المصطلح. أنا راني نقول لك ما نهضروا الواقع تاع الأمور، أنه إدماج، أنه ننقلوا واحد ما كانش عنده صفة موظف، كان متواجد في جهاز دعم اجتماعي ومهني، إلى أنه يصبح موظف عنده صفة موظف بدون ما يجتاز امتحان التوظيف في الوظيفة العمومية. تعرفوه كاين مسابقة تاع التوظيف، ما درتوش تما مسابقة. هذه فرصة أعطيت لكم، الدولة ساهرة، السيد الرئيس الشخصي نعطي الأوامر للناس كل باش كل واحد يخدم خدمته، الحمد لله. وتقريبا الأغلبية إلا اللي ربما ما امتنعوا، وهذا هو أحرار في القرار تاعهم، لكن يجيو ثاني مرحبا ما لم يزول هذا الجهاز، ما لم تزول هذه التدابير. حنا الناس اللي كانوا بدوا رغبة كامل تكفلنا بهم، والآن نحن فرحانين. وحضرت في 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 ولايات وين بالالاف، احنا خمسه، احنا عندنا 45 الف منصب، رانا القله القليله اللي مازالت هي اللي لم تقبل على هذه العمليه، الباقيه اللي ابدوا رغبه كامله راهم مدمجين، وراهم 97% وشيرت المال الفتاح من المراقب. ولا كانت هي معنيه ومازال ما درتيش ماذا بك بسرعه. شكرا.